راهم يتشاهدوا في هذا البث المباشر، اكيد رافقكم لساعه ونصف من الزمن باطباق ولا اروع. لكن اليوم انا نقول لكم الناس اللي ما عندهم والو اقعدوا في البيوت تاعكم، لانه درجه الحراره يعني على شاطئ البحر درجه الحراره هي جد 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 مرتفعه. اون دي غير مشعلين هكا النار وراهي فوقنا. ربي يقدرنا ان شاء الله ويقدر كامل اصحاب الاعمال الشاقه اللي راهم برا، اللي راهم تحت يعني اشعه الشمس، كل رجال الأمن بكل الأصناف، رجال الحماية المدنية، رجال الدرك، رجال الأمن، الأطباء، عمال النظافة، كل إنسان، الجيش الوطني، يعني كل إنسان يسهر وراه يجيب يعني كما قلتوا بالحلال في هذه السخانة في كل الولايات اللي على بالي، لانه موجه حر شديده تضرب هذه الايام يعني تقريبا كل ولايه الوطن. فربي يقدركم ان شاء الله ويقدرنا، وربي ان شاء الله ياجرنا حر هذا اليوم يا رب. نحن نقول لكم انه رغم الحراره ورغم انه راهي سخانه بزاف، لكن المطبخ ما كاش كيفاش نستغناو عليه، كامل ندخلوا لديارنا نطيبوا باش ناكلوا. حنا ثاني لازم ندخلوا نطيبوا باش نعطيكم افكار ونعطيكم بعض الاشياء اللي تقدروا تحضروهم في العشاء ديالكم، ولا بعض الافكار اللي تحضروهم، خاصه انه دائما نحصلوا في واش نديروا الفطور واش نديروا العشاء، ومع الصيف يحب عفايس خفاف او ميم طون نحبوا دائما ولفنا حاجه ابنينا. حاضرة معكم اليوم شيف نادية ان شاء الله حتخدمكم باطباق رائعة، وش حدير ما على باليش. ان شاء الله راح نشوفوا بعد ما تلتحق بيا الشيف نادية وشنو هما الاطباق تاع اليوم. راني نشوف الدجاج، راني نشوف الطرشي بالالوان، الجزر على ما اظن راح يكون اسيوي، ولا باسكو راني نشوف السمسم وكامل، النحلة مازال ما راحتش مازال هاد الدور. المهم الرقم الهاتفي هو ما يتغيرش 023 20 97 96، تقدروا تواصلوا معنا من خلال هذا الرقم، وكذلك البث المباشر اللي تلقاوه موجود في الصفحة الرسمية لقناة الشروق تيفي. نحيي كل الناس اللي تشاهد فينا، ويحييكم كذلك الفريق اللي هو يعمل معايا هاد الأمسية على رأسهم المخرج بيدرو، وأكيد لما نقولوا الفريق نقولوا العائلة، وبالمناسبة زميلنا مهندس الصوت اللي كان يخدم معنا في البرنامج وكان كذلك يستقبل مكالماتكم محمد رضا، وأنا نقول له رضا ديراكتومون. فرضا عبدو ذكروني باللقب تاعو بونواور، رضا بونواور زميلنا كان أمس رزق بمولودة سماها على بركة الله أمنية، إن شاء الله ربي يحقق لكم كامل أمانيكم، إن شاء الله يا رب تكون من الذرية الصالحة يا رب. ألف مبروك ليك وللزوجة أسماء وكل العائلة، إن شاء الله تتربى في عزكم يا رب، وإن شاء الله ما يحرم حتى واحد من هاد خليوها هو سماها أمنية، وإن شاء الله تكون تحقيق الأمنية لكل محروم ومحرومة يا رب، وربي يحفظ لكم كامل ما تسعوا إن شاء الله، وربي يحفظ لك فيصل هذيك البنيتة الشابة اللي جات زارتنا اليوم في البلاطو، ربي يحفظها من كل مكروه ويحفظ لكم كامل واش تسعوا. قبل ما نبداو دائما كالعادة لازم نرحب بكامل الممولين اللي حاضرين معنا في البرنامج، فنبداو على بركة الله نبدا منا باش نسهل عليهم ياخذوا لكم كل لي ديتاي تاع لي سبونسور. نبداو بشوكولا باتيسي، باتيسي خلاص تعودتوا عليه، حاضر معنا بهاد لي طابلات دو شوكولا فيهم البيضاء وفيهم السوداء وفيهم بالحليب وفيهم بالبندق. كنا البارح اللي شاهدوا الحلقه تاع البارح كانت استعملتهم الشاف كريمه في قولوا لي واش دارت كريمه البارح واسمه بريوش، تحيه فاروق البريوش، غابت لي كلمه البريوش، دارتهم في لي بريوش اللي كانت حضرتهم البارح، استعملت هادو واستعملت كذلك لي بيستول دو شوكولا تاع باتيسي تاني فيهم الكراميل فيهم بالبندق فيهم نفس يعني الاذواق، فقط هنا زايد كما قلت لكم الكراميل. سيوهم وعاودوا الوصفه اللي كانت حضرتها البارح بزب زب زف هايله، بالمناسبه تحيه كبيره ليها. سوسيمي كذلك حاضر معنا بالكسكس، كسكس تاع سوسيمي، وكذلك لي طاكلياتيل ديالو ولي بات ديالو، الفارينه والسميد ديالهم ثاني من اجود الانواع الموجوده في الاسواق الجزائريه. انا كي نشوف هذه القرعه تاع الماء هكا بيان كلاسي نحب دائما نذكر المشاهدين بهذا الاجر، لانها صدقه كما نقولوا جاريه، والصدقه يعني جاريه الاولى اللي دائما يوصلنا بها هو الماء. ف
انا نقول اروى يعني راهو حاضر ومياه وبزاف بنينه اللي قدر وعنده كيما نقولوا مقدور، لانه المادة لما نستقل ما برا الناس دوكا ما ولاش تدير ثقه، فمن الاحسن تكون هكذا قرعه مغلوقه وكامل، واللي ما عندوش لي ماله نديروا قرعه نغسلوها كيما كنا زمان قرعه تاع الغازوز نغسلوهم نديروا فيهم ما بارد ونتصدقوا بهم، خاصه كيما قلت لكم الناس اللي هم يخدموا برا تلقاهم ساكن هذوك اللي يديروا الكودغون هذاك اللي يديروا هذوك الوسمو تاع تاع لي باتيمون كامل، يعني كاين واحد الاعمال يتخدموا غير في الصيف وتحت سخانه، فربي يقدر ان شاء الله كل واحد. قلت لكم مياه معدنيه اروى بزاف بنينه، وعندهم كذلك مشروبات غازيه، عندهم عصائر منهم اروى كولا، وعندهم كذلك بالرمان، عندهم الموخيطو، وعندهم مشروب الطاقه اللي راح نعطيه وحده نهديها للناديه باه تولي شاطره تجي بكري وباش تولي شاطره تكتب الوصفات، لان ماهيش تكتب لي الوصفات باش تكتب لي تاع سيدي ربي حل. قلت لهم شد برد الحال راني فيه البرد الحال اليوم رايحه مستقله لاباس. شتي سخانه كيفاش رايح؟ لا هو سخون. ايه هادو شكون قلت لهم درجه حراره راهي اليوم بزياده. يلا نخليك ترحب بهم كمل معلي. مساء النور مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا ومرحبا بنا معكم في برنامجكم المحبوب والمعتاد الو شيف. المحبوب والمعتاد الو شيف راني نستنى فهاد الجوله. كيما قلت لكم عندهم هاد المشروبات هذه بالنسبه لاروى. مارغارين ماني كذلك حاضر معنا كممول للبرنامج، بالاضافه الى الحاره، الحاره حاضر معنا بالطماطم المصبره، لي شامبينيون، لي مايس ديالهم ثاني كنا استعملناهم البارح، وبلا ما نساو دائما ارز لابارح. ديري الرز انتي ثاني. يلا كنا البارح شفناه ونعاودو ثاني مرافق نديرو ماشي وصفه اخرى لي دائما ارز لابال. هذا الارز بسمتي كما نقولوا مفور وراح يجيكم حبه بحبه، كنتو شفتوه البارح واليوم شوفوه بوصفه جديده مع ناديه. واش راح ديري؟ شفت مشي اسيوي نو؟ وي عرفتو كي شفت الصويا صويا وشفت السمسم. سبحان الله عيطلك نقول لك سمية عندك صويا صوص جيبي والله غير عندك عطيني جيبي فين انا ما لقيتش. وشتي تشري قرعه تقعد ما تخلاش هي ولا كبيره تقعد ساميك تقعد كشرب 10 سنين ولا 5 سنين انت غير تمسها وتعاودي تحطيها كي شابه بالغوص سمية ما نساش كي شابه بالغوص. حبيبتي شكرا لك شكرا. انت ثاني راكي جميله جدا بجبيبه. هذا واش يليق مع السخانه هذه؟ ماما قالت لي روحي شري كوليكسيون تكملي تورني بهم. ايه والله تورني بهم والله شري لي معاك. اوكي شري واحده كصغيره واحده طويله. في واحده صغيره واحده. يلا قلت لي الحين نشوفوا طبق اسيوي. تشيكن ترياكي ولا دجاج ترياكي معروف هو طبق اسيوي معروف. وحنديروا كوكي براوني هم دايرين حاله في مواقع التواصل الاجتماعي صح. وحنديروا سلطه خير يعني. اطباق صيفيه وخفيفه في نفس الوقت. يلا نضرب طلع البث المباشر. امبارح رحت لدار خالتي قلت لهم انا جيعانه كاش ماكله هكايا، قالت لي رانا لي جوعك لي حبابي روحي يا خبز يا زيتون يا اللبن يا شغل واحد ما راهو طيب سخانه تكرهي وسخانه. واش يجي في بالك ديريه تقولي بلي ما ياكلوش؟ اه صح تخمي في لي بات تقولي تقال يقعدوا. انا لو البارح درت وسمو طعام هكا في الليل، درت طعام عملاني مرقاني فورت برك طعام باسكو كانت شغل سياقته كامل الهواء طعام بالحليب والعنب هكا كا ناكلو بالحليب بصح بالعنب ولا دلاع. لا لا ما دارنا ناكلو بالدلاع بالعنب وتاكليه ها ها بزاف بنين قلت عبسه خفيفه. المهم المهم واحد ياكل حاجه يتقوت بها وخلاص. لا لا وين تاكلوا هاد العفايس الخفيف؟ شتي الصيف يعني ما لازملوش حبه طرشي تقليها حبه بتغليها. قلت لك خالتي قالت لي ما عرفتش شكون جاب لي الكسره، قالت لي كان شويه لبن كلي لنا كسره ولبن كل واحد شد بلاصته. كنا هكا ومازال يعني باسكو راهي سخانه وخاصة انه الصيف فيه فواكه شويه كرموس وخبز شويه كرموس ودلاع. وانت تاكلي خبز ودلاع؟ ناكل انا خبز ودلاع مش عارفه خبز ودلاع نموت علي. لهنا ندير برك الرز يطيب باش نحيه متريق. قلنا هذا الارز مرافق برك هذا الطبق يترافق بلا بيوغي يتكل وحده يترافق بالرز. انا نحب دائما نرافقه بالرز باش نعطيكم هكا دي زيدي على الرز تاع لابيل ديالنا. الطبق هذا واش فيه؟ في لي كويس تاع البولي دي زوسي ومقطعين هكا شرائح، نقدروا نديروه بالبلا بصح جربوه بلي كويس. لي كويس يجوا مشمخون يجوا بزاف هايلين. حكمت لي كويس نحيتهم العظم دي زوسيتهم غسلتهم خل وملح وقطعتهم هكا شرائح شرائح رقاق صغار اون دي تولي ليكم من الطبق شليتو اصلي يجوا هكا شويه قطع كبار. عندي لهنايا حبه فلفل حمراء وحبه فلفل خضراء، عندي الجزر مقطع هكا شرائح فغيمون رقاق باش يطيب لي كي الطبق شغل خفيف في الطياب. فوالا عندي الثوم ومكعب مرق دجاج، عندي فلفل الكحل
عندي سكر بني وتقدروا تعوضوه بالسكر ولا بالعسل. عندي صلصه صويا ولا سوجا صوص. عندي الملح، زنجبيل فخي رابيتو، جلجلان، شويه زعتره، ملح وفلفل كحل، وبيان سور الزيت، ونسحقوا الرز. الرز غليتي له الماء باش ديري باش نحطوه يطيب نحي على الطريق تعرفي الفرن تاعنا شويه. يلا هانا نشوفوا باقي الوصفه، وفي استقبال دائما مكالماتكم. اذا كاين مكالمه عطونا مكالمه نستقبلها انا وناديه، ولا نقرا بعض التعليقات. يلا المكالمه دائما جاهزه. يلا نستقبل اول مكالمه. الو 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 الو، مساء النور. مساء الخير، واش راكي؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله، شكون معانا؟ امل من زيرالدا. امل من زيرالدا، واش راكي امل؟ لاباس الحمد لله. شكون سوميه معايا؟ ايه سوميه. واش راكي سوميه؟ الحمد لله، وانتي لاباس؟ والله الحمد لله، وانتي راكي مليحه؟ الحمد لله في نعمه. يا ناديه سلمي لي على ناديه، الله يحفظك يعطيك الصحه. يسلمك، شكرا، يعطيك الصحه. عطي ثاني. الله يسلمك، حبيت نوز لك ماما، حبيت تحضر معاك. تفضلي. هيا دقيقه. الو الو، مساء النور. انا يماها. واش راكي؟ واش راكي سوميه؟ والله غير الحمد لله، وانت يا الحاجه واش راكي؟ والله غير الحمد لله. الحمد لله. واش راكم كامل؟ شاي ناديه؟ الحمد لله، يتسمع فيك. واش راك؟ لاباس الحمد لله. كريمه. والحمد لله يا ربي، الحمد لله. الحمد لله. قولي لي كشاك متبعوا في البرنامج، ما عجبكم الوصفات؟ شوفي متابعه وافيه وافيه بزاف، واني مراه كبيره، واني نتعلم عليكم. الله يبارك، الله يبارك. واش راكم انتم قدام البحوري؟ راهي سخانه كيف الزياره الدو، على بالك اليوم كيفاش راهي سخانه؟ يعني عرفت اليوم دار مالغري راه الريح، بصح هذاك الريح سخون اللي خطاك هكا بالسقله. والله بالسقله. الحمد لله، لكن الحمد لله يا رب. الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله على ما عطى الله. اكيد الحمد لله، الحمد لله. قولي لي نجوز لك ناديه. ناديه بيا. هيا تفضلي. جارتك مساء الخير. واش راكي ناديه؟ راكي بخير لاباس؟ الحمد لله، الحمد لله يا ربي وجزاه الحمد. نشكرك على كل حاجه. يسلمك، لا شكر على واجب. لا بلا مزيه، وراكي تمدي من قلبك. تعيشي، هذا هو لو بيت تاع الحصه ديالنا. وزيدوا القصره تاعكم اللي عجبتنا. الله يسلمك، لازم شويه لومبيونس نرقدوا هنا في هاد السخانه. اوكي عجبوكم الطوايش؟ والله هذوك الطوايش راني زاهيه بهم. اي الحمد لله. الحمد لله، الحمد لله يا ربي، الحمد لله. هذه يعني نقصروا على كل حاجه، يعني كما نقولوا تبكونا تضحكونا. اي الحمد لله، الحمد لله يا ربي، ان شاء الله دائما. والله نشكركم على كلش. شكرا، لا شكرا على واجب حبيبتي. وانت يا سوميه خليك هكذا كيما راكي. ربي يحفظك ان شاء الله، ان شاء الله. راكي موافقه الشروق سوا سوا. ربي يحفظك، الله يعطيك ما تمنى ان شاء الله. شكرا. الله يسلمك يا بنتي، الله يسلمك. ربي يطول في عمرك ان شاء الله، وربي يحفظك. الله اللهم امين، معاكم كامل مع الاميمات. ان شاء الله يا ربي يحفظكم كامل اميماتكم يا رب. يعطيك الصحة. الله يسلمك، وبقاو كيما راكم. شكرا لك. ورانا نتبعوا فيكم بوحده بوحده. ربي يحفظك، الله يعطيك ما تمنى ان شاء الله. شكرا لك، وربي يطول في عمرك انت ثاني. الله يسلمك يا سوميه، ورانا نعزوك بزاف. حبيبتي حبيبتي، الله يعطيك ما تمنى. شكرا. صحيتي. ربي يحفظك ويطول في عمرك، مع السلامه. الله يسلمك، ونشكر كاع اليوم معاك. شكرا لك حبيبتي، شكرا. الله يسلمك. عايشي، مع السلامه. يلا تحياتنا ليها، للسيده كما قالت كاين بزاف اللي يحبوا هذه القصره تاع البرنامج، وهذه ربما واش خلات هذا البرنامج يعني مميز على باقي برامج الطبخ. يعرفوا حتى ولاو يعني تلموا اللي نحكوا انا درت هكا ماما درت هكا، ولاو يعرفوا حياتنا يعرفوا عائلتنا وكامل. ربي يحفظهم كامل ويخليهم لينا. نعاود نرجع لك. درت لهنا الرز يطيب، راني حنولي لهذاك الدجاج. كنت نقول لهم بلي هذا الدجاج يجيب لي كويس دو بولي ديزوسي باش ما يجيناش ناشف. انا هنا لي كويس حكمتهم، قلت لكم ديزوسيتهم وقطعتهم هكا. تحبوا تقطعوهم هكا يا مثلا اوندي تقدروا تقطعوهم. حاولوا برك تنحوا لهم الشحم قد ما تقدروا، على باسكو الشحم تاع الدجاج شويه يجيني كي نكونوا ناكلوا فيه. غسلتو ملح وخل وعاود شللتو، راهي سخانه الواحد يغسل مليح الدجاج ديالو. الله، ندير له ملح وفلفل كحل ونبدا نقلي فيه في المقله.
هاد لاكونتيتي عندي شويه كبيره ما نقليهاش مثلا على مره كون نبدا نقلي فيها على مره تطلق معاها نقلي فيها بلي تخونش سي نحرقهم شويه دي تخونش ونحيهم دي تخونش ونحي حتى يخلص لي كامل الدجاج فوالا بالملح والفلفل الكحل بعد هذيك المقله كي نحي منها الدجاج نكمل طيب فيها الصلصه ديالي تحبي الاسيوي طبخ اسيوي نحب عندهم بزاف حوايج بنان نحب عفايس النوي هكا والاخر من كره هذيك الحلاوه كيما هاد البلا يجي فيه شويه سكر شويه لاصوص ما تحبيش مالح حلو انا نحب مالح حلو على هذيك تجيني نورمال شتي حتى الوسمو السوشي ديالهم الاخر يعني كاين السوشي انا نحب هذاك اللي طيب هي شوفي بالك في لا لا سييت ناكلو سييتي بس ما ناكلش لافوكا ما ناكلش صومو شغل ما قدرتلوش على ما تحبيهمش لانه الزيت سخن بزاف ناديه يعني السخانة اللي راهي تزيدي تسخني الزيت ويطير الزيت وكي تعرفي ونتحلقوا في السخانة ما نحكيلكش كنا درنا ديجا استضفنا في حلقة من الحلقات مع الشيف كريمة كانت هي دارت فيها نهار جبتوا لي دار السوشي وهي دارت هادوك تاني تاني بزاف بنين كانوا كل الفريق كانوا ضد فكره انه ياكلوا السوشي شي طايب نو انا ما ناكلوش امبوسيبل زعما سييت هكا بس ما ناكلوش صوما وافوكا انت ما تحب هذاك كريسبي رول يجيب هذاك بنين يتكل شغل واحد يسيي في فوائد قال لك بيدرو انا ناكلو من البحر ناكلو صح هو زعما اللي يقدر انا رحت خطره لليسبان البالما تشوفي كيفاش ياكلوا خضر خضر شتي خضر شنو هو اللي ياكلوا الحوت ياكلوا كريفات ياكلوا خضوره وكيسقسي قال لك فيهم مع الصباحه والله عندهم واحد المارشي اون دي غير كيف سونتر كوميرسيال تاعنا غير يبيعوا غير فات كي تدخلي ما تمشي هذيك الريحه اللي كيما نشموها حنا في لابيشري ولا اللي تخليك تكرهي الحوت تكرهي العكس تشوفي كيفاش يخدموا وهكذا يديروا سوشي ولا غير العشره تاع الصباح تضربي تاكلي نورمال في بالما في لسبان بنين بزاف الحوت على بالي كاين ياكلوا الكريفيت هكا ياكلوا خضره لانه فيها عده فوائد يعني فوالا نحطوا هكا يتقلى درنا له ملح وفلفل الكحل ما نخلوهش صامت وقلت لكم ما ديروش كامل في المقله زغنا فهم غير بالعقل لو كان نديرو كامل في المقلاة راهو رايح يطلق لي الماء وانا ما نسحقش الماء من داك هاد العفسه اللي نتقلقوا تاع نحبوا نطيبوا تمتم كلش على ضربه خلي الاخر شغل هي اللي تسمط لك الماكله صح دوك ميه بارده هذا من شربت هذاك الصحه من بعد شويه شربت الماء بعد كنت ورد ما درتلناش كان يطاكي بردو قليلا لاني موجد لكم اي وجد مسكين كل دقيقه يبعث لنا هاك بها برد هي نورمالمون يعني من الاحسن انه هكا تكون كلاسي ما تشرب تكون فدائما نحضروا الاطباء من درجه الحراره لما تكون برا وندخلوا ديريكتومون نشربوا الماء في الثلاجه ماشي مليح كاين بزاف ناس يحبس قلبها مقدا على بالكم درجه حراره الجسم كانت متاقلمه مع درجه تاع برا وكامل يعني الجهاز تاعنا كان بهذيك السخانه ومن بعد ندخلوا عليه ديريكتومون لو شوك تاع عفسه بارده فتخيلوا كيفاش راح يتفاعل توجور على هذه وصلنا الرسول صلى الله عليه وسلم انه نشربوا دائما الماء وحنا قاعدين نشربوا على دفوعات يقول لك يعني ماشي هكا لازم على هكا دفوعات وقاعده فكل هذا يعني بعد بحث اطباء وعلماء كامل لقوا انه في فائده كبيره ويعني من المستحسن انه نشربوا على هذا فدائما نذكروكم حنا يضر لما تشربوا هكا يضر الكاتب بزاف وصح الواحد من السخانه هذيك تقول لي ماذا بيا يشرب ماء صح الواحد يبيتي يلا نعاودو نذكرو واش درتي له لي زيتيس درتلو ملح فلفل الكحل هذا ما كان مازال ما درت والو من بعد كل مالق راني حندير ثوم مكعب مالق دجاج فلفل الكحل وسكنجبير سخي شتي الاسيويين يطيبوا بزاف السكنجبير كيكون سخي صح ويديروا بزاف ثاني سمسم في لي بلا تاعهم تحيه كبيره لكل عمال الفندق على راسهم الرئيس الام ديالهم ابراهيم اللي واقف على كل كبيره صغيره شوفي غير نشوفوا يدور يشوف يفيريفي كذا نحب نحييهم دائما
البارح كانوا داروا سهره مع الفنان القادر شاعو. كانوا داروا سهره ولا اروع يعني للعائلات الجزائريه اللي تمتعوا. كانوا كذلك يعني حتى عائلات جزائريه مقيمه بالخارج وكانوا رحبوا بزاف بهذه الفكره وقالوا يعني انه هذا الفندق فندق سابلو دور اللي دائما نقول لكم نعاودوا نذكروا رانا هنايا من يعني الفنادق اللي دائما تهتم براحه المصطفين تاعها وتوفر لهم كل هذه الاشياء يعني اشياء ترفيهيه مغنيين في يعني حفلات يقيموا لهم حفلات في الليل وحتى كما قلت لكم لا سيكيورتي تاعهم يعني بزاف واقفين فبالمناسبه هنايا وعندهم واحد بزاف شاطر باهم وكريم تلقايهم دايرين يدوروا ويتفقدوا يعسوا يشوفوا لا بيسين شتي كاين بزاف فنادق اللي يوقعوا فيهم هاد الاشياء خاصة يكونوا دراري صغار يدخلوا لا بيسين ما نفقدوهمش يكونوا ولاتين مع التليفون كذا تلقايها غرق ولا تلقايها يردوا بالهم شتي لا بيسين تجي تاع دراري صغار من بعد تروح تبدا غامقة اكثر لا بيسين الماء تاعها ثقيل ماشي كيما البحر هما يتغروا يجيب لهم ربي يعرفوا يعوموا بصح لا بيسين باقي الماء ديالها صح شوطتي الله الله ايه لازم هو اكثر من هكا ولا ديك التحميره هي اللي نديرو فيها من بعد المعلق باش تجي بنينه شتي لي صوص ديالهم يجو كاع مارون ايه مثل صاد الاخر ويكريو هكا مليح الدجاج باش يكملوا يطيبوا المعلق حب. يلا نستقبلوا اتصال الى كاين في نفس الوقت انا نشوفوا مع الشيف ناديا الشيف ناديا ربي شافيك ما كنتش مريضه قلت لكم من البارح ما يسقسوا فيا واش عندها ناديا كنت بعرسها لا عرفت نهار الجمعة عرفت نهار الجمعة وكنت تريح البارح انا طولها في ال كنت ترجع في الكراكو دارت حالة عرس من بعد سقسيك تاع من لاكوزين تاعك لاكوزين يلا نستقبلوا اتصال الو 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 السلام عليكم وعليكم السلام مساء النور كيراكي غاية الحمد لله وانت كيراكي توفى الحمد لله الحمد لله شكون معنا سومية من وهران سومية من وهران اسمي سومية ديجا تصلتي بينا لا لا في اول مره اول مره مرحبا بك كيراه الناس وهران غايه الحمد لله وانتوما الحمد لله راهي عندكم الحمى اللي راه عندنا هنا ولا كاين شويه بروده ربي يقدرنا ويقدركم ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله قولي لي كاش طيابات كاش روما كاش فلفله مقليه كاش بيض ديجا اليوم انا دايرين الفلفله نيتي شحال نبغيها اكيد فلفله انا و انا ولادي من عشاق الفلفله المقليه لازم نتعمل دار نطبطب نورمال غايه الحمد لله قولي كش ما تطلبي كش ما تبغي طبق هكا نوجدوه لك في البرنامج والله يا عليك كيفي ناديه ناديه يلا هي مليحه هي تسمع فيك صافا الحمد لله انتي بخير الحمد لله الحمد لله يا ربي الحمد لله ما بين الناس مو تعنيكم الله يسلمك سلمي عليها سلمينا عليها ربي يحفظها ربي يحفظها يسلمك امين امين ما تطلبي حتى حاجه ما كاش حاجه هكا لا ما كان والو غير اتصلت باش حتى هذا ما كان باش نهضر معاك كي ونادي حبيبتي مرحبا بك مرحبا بك الله يسلمك شكرا لك وشكرا على الاتصال صحة شكرا باي باي سلمينا على كامل العائلة ولا عجوزتك امين صحة مع السلامة شكرا شكرا لك شكرا يلا تحياتنا ليها وكامل العائلة كامل البارح نادي سقسوا فينا وش هي ناديه وش هي كريمه وبشرى ابو وليده من بعد انا نسيت وبشرى وليده وسماته ادم قلت والله مازال ما عرفت لها بالمناسبه تحياتنا ليها تحياتنا يعني عائلات ما شاء الله عليها وكلهم يحبوا الفريق ويعرفوا لي شيف ويحبونا كما قلت بالواحد السيده ثاني هذاك النهار مسكيك دا قالت لي نولي لكم يا معبيش ولاتك البارح لا لا قعدت هنا قالت لي جيت الفندق على جالكم قالت لي مليحه كتورني وفي بلايص نعرفهم قالت له انت رجوان قال لها شتينا دير لي في مشاكل ما قالت له انت سيفات بالواحد حاجه صرات بلقت معاك لا بواحد بو واحد السيده تلاقيتها ولا تقول انت هي شيفا انت هي فلانه يعني خلاص نكلموا اللي عرفنا لكم على الفريق ولينا نحكوا عليها هكذا خلاص يعني ولاو يعرفوهم فهذا احنا دائما نقولوا جمهورنا وعائلتنا الثانيه يلا انا جاي تقلي في الدجاج تاعها والحق وقت الفاصل الاول للبرنامج نروحوا على فاصل صغير هكذا ونعاود نرجع لكم بالوصفات وبالحكايات لنا لهذا البث المباشر لبرنامجكم على شاف الرقم الهاتفي راه دائما تحت تصرفكم 023 20 97 96 تقدروا تواصلوا معنا من خلاله وبالاضافه الى البث المباشر اليوم
اسيوي، طبق اسيوي للناس اللي محبي هذه الاطباق ومحبي هذا الاكل والاكل الاسيوي، ولا انهم يحبوا يغيروا منين داك. كنا ما درناش حفايس بزاف قبل الفاصل، الدجاج قطعته هكذا شرائح ولا قطع كبار ولا كيما تحبوا ديروه، غسلته بيا اكيد بالملح والخل وقارص وكامل، درت له ملح فلفل كحل هذا ما كان، قليته في زيت تقلوه يعني بالوحده حتى يتحمر كما راهو الشكل تاعو هنايا، في كذلك نفس المقله بعد ما تنحوه. واش درتي؟ درت فلفل، حبه فلفل حمراء حبه خضراء، ما لقيتش في الكولور، درت هذاك اللي راهو يدور، ودرت زوج حبات جزر كنت قطعتهم فريمون رقاق هكا وحطيتهم بسكات الطبق شغل ما يطيبش بزاف. هما الشيء روماركيتي البروكولي، هذا الطبق يجيب البروكولي، كي يكون وقت البروكولي يديروا بروكولي، كي ما يكونش وقت البروكولي يديروا الخضره ياكلها شغل نيه شويه شغل صوتي برك وينحوها. من راني حنطيبو شويه دونك لهنايا يقعدوا شويه الخضار كروستيه، نحمصهم مليح في هذاك الزيت والاخر حتى يدبالوا شويه باش ندير التتبيله ونمرقهم. فوالا. وفي نفس الوقت استعملنا ارز بسمتي، دائما نقولوا كيله بجوج كيله تاع الماء، راهو يطيب قدامه هكذا باش يرافق، كما نعرفوا انه كل اطباقهم تقريبا ترافق بالارز، ياكلوا بزاف الارز. كي نلقى واحد ما يحبش الرز جيني بيزا. هي نقول لك علاش ما يحبوش الرز، كاين كيفاش كلا الرز لاول مره ناديه، كاين بزاف اللي تقصيه يقول لك ما نحبش هذيك الماكله، هو كيفاش كلاها على بروميير فوا كيفاش قدموها له، باسكو الرز ماشي كاع ينشحوا فيه باش يجي بنينه، كاين وين تاكلي رز تقولي ما يعجبكش تاع برا تاع لي غيستو هذوك الاخر، منين داك غير يجي خطو سيرتو اللي يبيعوا الدجاج محمر. بعد ذلك يجي صامت، نحبوا ملاح، نحبوا يحب ثاني هو يحب باسكو ما فيه والو تما، يحب صامت الرز شغل بنشا والاخر ناشف. وبكري شتي ما كانوش عندنا وصفات بزاف، يا يديروا لك كتي ديزرو ديال بو حميصه ويتعجن في ديك الكوكوطه كوليه، ولا قد رقدي حداه كيما كانت تقول ماري، ولا كان يديروا لنا كمرقه بيضاء وتزيدي له اون صوص ولا شيء ولا سلطه. هذا واش كنا نديروا؟ ماما كتدير لنا مرقه حمراء، انا نحبوا مرقه حمراء شكلات عليه لا كونتين تاع المسايد، الخضره تزيدي الجنبانه يجي بزاف، يجي ثاني بزاف بنين، ولا كيما قلتي دي سالاد مع سيدوان، ولا ما عندوش يعني حوايج واحد اخرين اللي كانوا يعني متطورين زمان كيفاش يطيبوا بهم الرز صح، ولا يديروا به محلبه صح. سي بوغ سا شغل كاين ناس تكره الرز بس عندها اون ايدي خاطئه عليه. لهنا تقلات لي شويه هاد الخضار، ماشي لازم قلت لكم طيب قعد شويه كروكون، انتم في الدار كل واحد كيفاش يحب الخضره ديالو كروكون ولا طايبه. واش ندير لهنايا؟ ندير الثوم لهنا، راني نقصت النار باش ما يتحرقليش فلفل، والثوم بيان سور ما يتحرقليش، ندير كميه مليحه تاع الثوم نخليها تقلي شويه، هما يطيبوا بزاف بالثوم، سكنجبير هادو معروفين بهم. فوالا، خاصة السمسم يديروه بزاف ثاني، السمسم وزيت السمسم يطيبوا بزاف. زيت السمسم حنا غالي عندنا، حتى كيما قلتي دخلوا بزاف يعني تلقاهم متواجدين في الاسواق زعما نقولوا لي كون سيرفاس، تلقاو فيهم هاد الانواع تاع الصويا هاد الصوالح تاع الماكله تاع الشنا وهكذا كاين كلش. لهنا ندير شويه فلفل كحل، سكنجبير درتها فلفل الكحل درتي بزاف عداوك واقيلا لا في راسي شغل الملح درت هاك، وبعد قلت يا حياة هذا كامل واقيلا عداوة انتقلت انتقلت العدوى والله ما كاش حاجه تهلك قد فلفل الكحل ولا طوماط كونسونخي كيكثر الواحد منهم. كاين بزاف اللي نحاوه يعني من الاكل ديالهم لانه كما نقولوا الضرر تاعو اكثر من منفعه. نحب نطيب به انا بالتالي ما نقدرش نطيب لا به، ما نقدرش نطيب لا لي زيبي صراحه وما لي بنو بصح كل خضر ميسل ندير لها هكا شويه بصح لازم نحو من بالنا فكره انه كي نكثروا لي زيبيس تجي بنينه فلفل الكحل هكا برك كاين بزاف اشياء اللي تفقد كيما التوانسه ثاني يطيبوا بزاف بلي زيبيس تنحي لك كامل يعني الكو هذاك تاع الاكله اللي حتاكليها. على ما اظن كاين اتصال. الو 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 مساء النور، اسمع من التلفزيون مساءكم، واش راكي اختي سمية؟ الحمد لله، سمعيني من التليفون. أنا نسمعك من التليفون. مرحبا بك، واش راكي؟ أنا بعيد على لا تيلي. مرحبا بك، مرحبا.
الله يسلمك. واش راكي بخير؟ الحمد لله. وانت يا واش راكي؟ الو صافا الحمد لله. شي اخت ناديه؟ الحمد لله في نعمه. يعطيها الصحه على كاع وصيطتي لنا الوصفات. لا شكر على واجب. لا شكر على واجب. شكون معانا اللي نتعرف عليك؟ ام ريان من ولايه تيبازا. ام ريان من تيبازا، مرحبا بك ام ريان. يسلمك. واش راه من تيبازا؟ وي. واش راه من تيبازا؟ والله الحمد لله لاباس. الحمد لله. السلام عليكم. الله يسلمك، يسلم عليهم الخير ان شاء الله. يسلمك. يسلمك. يلا قلتي لي ناديه يعطيها الصحه على كامل الوصفات. اكيد كامل اللي شاف يقدموا لكم وصفات كما نقولوا من قلبهم. واليوم ناديه راهي دايره طبق اسيوي، عجبك تحبي هذه الاطباق؟ نوع من الاطباق؟ لا لا راكم وين؟ راكم في القمه. ربي يحفظك. يلا ناديه خليك تهضري مع السيده. تفضلي. مساء النور. مساء الخير. واش راكي؟ بخير لاباس؟ صافا وانت يا؟ الحمد لله. الحمد لله وجزا الحمد يا ربي. طبق لك كديريه اليوم سي خفيف تاع الصيف. تاع الصيف وي خفيف، ونبدلوا شويه على الماكله اللي ما فين ناكلوها. اكزاكتومون اكزاكتومون. يعطيك الصحه. يسلمك. لا شكرا على واجبك. شما كيحبك الصابه؟ ربي يحفظك وربي يعاونك ان شاء الله ويقدرك. الله يسلمك. يحفظك ما تسعي. شكرا ان شاء الله. شكرا لك. سمية ثاني ما نساوهاش، راهي في القمه. ربي يحفظك. شكرا لك حبيبتي. شكرا. بفضلكم اكيد. يسلمك. نقدم تهنئه صغيره؟ اكيد تفضلي. ميرسي. نهني وليدي لشهاده التعليم الابتدائي اساسي، وبنتي شهاده التعليم الابتدائي. الله يبارك ما شاء الله. يعني عندك شهاده التعليم المتوسط وشهاده الابتدائي هكذا سيزيام و اها كل شيء مبروك. يسلمك. وبنت اختي شهادتها البكالوريا. الله يبارك ما شاء الله. ربي يدوم الافراح في العائله. يعيشك معك ان شاء الله. ان شاء الله. ويما ان شاء الله ربي يشفيها. ان شاء الله ربي يشفيها ويطول في عمرها ان شاء الله. امين يا ربي. امين يا ربي. يعطيكم الصحه. يسلمك. وربي يحفظكم. شكرا لك حبيبتي. شكرا على اتصالك وسلمنا كل العائله والف مبروك وعقبال شهادات اخرى ان شاء الله. ربي يحفظك اختي. شكرا حبيبتي. شكرا. ربي يعاونكم ويعطيكم الصحه ان شاء الله يا رب. شكرا لك. مع السلامه. يسلمك. مع شكرا. السلامه. مع السلامه. يلا نعاودوا نرجعوا اكيد للطبق ديالنا تاع نهار اليوم. قلينا الدجاج، قلينا هذوك الطرشي اللي كانت قطعتهم شرائح مع الجزر. عجبوني لي كولور كي تكون هكا يعطولك لونغي بشكل. زدت لهم مكعب مارق دجاج وشويه تاع زعتر فخاش كي تكون زريطه فخاش. لان راني حنمرق ماشي بالماء مع الاول، باش راني حنمرق هكا واحد ربع كاس تاع صلصه صويا هالا، شويه تاع الجلجلان هذا نخلوه من الفوق، ومن بعد واحد زوج ملاعق ولا ثلاثه تاع السكر. هي ربع كاس من صلصه صويا اللي شريتها ديجا سكري، كاين شتي المالحه كاين سكري. دونك راني حنقص الكميه تاع السكر، ندير غير شويه هالا. نحركوهم مليح هاد الاخر ونحطو لهنايا يتبخر لي مع هذيك الخضر. صلصه الصويا تلقاوها يعني في الاسواق متواجده، سعرها نورمال يعني عادي، وهذيك القرعه تشد لكم يعني تقعد لكم مده، تقدروا تشوها تخلوها كما قلت في الفريجيدار ديالكم كي تحقوها ولا تجي وصفه بها ديروها لما لا. راح تمرقي بها هذوك الخضر باش يطيبوا. تمرق الاول شغل نمرق بها تمتص لي كامل هذوك لي سوك، خذ تعسل هذاك السكر وشي صالو شغل يتكرمل اللي درته. ومن بعد باش نمرق بكاس تاع الماء ابوبخي وملعقه تاع مايزينا تجي خاطره هاد لاصوص شويه. نديري فيه في الروزي لاطاب فوالا. من فضلكم تعطوني شوكولا راني حاطها في الفريجيدار. اي دوب ولا شنو حطيتها باش ما تذوبش باش نخدم بها؟ حطيتها ما تذوبش. يلا امين راهو راح نديروا بها التحليه. حندير براوني كوكي سيدي كوكيز من داخل وراهم شتم قبل في الثلاجه. تحبي تقولوا لهم دوك نجيبهم ثاني معاهم. هاوليك الخليط اللي خدمته نمرق به. شهيتيني اليوم راح ناكل برك اسيوي. خصنا غير دوك المسارق. انا هذوك منها مستحيل ناكل بها. من هنا يلا نجيبهم ونجيب. فوالا شوفوا كيفاش يتبخر هذاك العسل عفوا هذاك السكر مع ديك الصلصه صويا تجي شغل مكرمله تجي بزاف تشهي. استناو شوفوا هذا فاروق باش يشوفوا الديتاي. واحد
ياسين نشهيه هو شويه. فوالا فوالا نخليها هنا تغلي شويه، ومن بعد هذيك نفس الريسيبيون اللي خدمت فيه هذيك صلصه الصويا والاخر ندير فيه الماء، واحد الكاس تاع ماء مع ملعقه تاع مايزينا. فوالا ونحل هذا الخليط. نعرفوا المايزينا في الماء تتبركس، نقعد نحلها حتى يتحل لي هذا الخليط. شوفوا لهنا كيفاش يتعسل، شوفوا لي تبان لك فارق ولا لازم نرفدها. فوالا هذاك السكر حيتكرمل مع ديك الصويا صوص، نسحقوا هاد لا كولور. علاش قلت لكم الدجاج لازم يتحمر؟ باسكو يمد لي شويه ثاني الكحوليه لهذاك الطبق ديالي. فوالا شوفوا لهنا وين لصق لي، نقعد نكرطو هكا باش هذوك لي سوك اللي نتلقوا لي من الخضر ومن الدجاج راهم رايحين يتلقوا لي البنه. فوالا نخليه يتقلى لي هكا شويه يتشرب ال راني نشوف قشره تاع الثوم منين جات ما على باليش. فوالا شوفوا لهنا هذيك الصلصه لازم تتبخر وتتعسل ويتكاراميليزا. شوفوا لا كولور راهي بخاسك بنيه. هنا واش ندير؟ نزيد لها الدجاج باش يدي كامل هذيك البنه. فوالا نحاول نخلط مليح باش هذوك الخضار وداك التعسال يدخل في الدجاج. عفوا برست شويه وجيت قلتي له قلت له هذا نقول رحمتها ربي راهي الداخل. نطلبوا من الاداره انه تقلب دوكا من المشاهدين فوطيو فوطيو قولوا لي الى حبيتوا نوريكم ثاني لوتيل من الداخل. لوتيل نوريكم لوتيل من الداخل نتقالبوا لا ريجي تخرج برا وحنا ندخلوا للداخل نشوفها انا ثاني فكره مليحه داخل ما يقولوا ها سميه حيدروا راهو يدعي عليا. يلا هذا هو التحليه اللي حنشوفوا كوكيز هكذا وسمو لو سمو كوكي بغاوني. كوكي بغاوني شوفي مشقوق كيما البغاوني ويجي لداخل شغل كي اللي بغاوني صح هو كوكيز فيه القرمشه تاع الكوكيز. شوفوا لي شوفوا لي شحال هايل بزاف هايل وحتى الشكل الديكور يعني كيفاش راهي دايره تيشيرت ناديه. شوفوا بزاف هايل كان في الفريجيدا بيان سور باش ما يدبلش ما يدبلش ما يدوبش باسكو سخانه في شوكولا وكامل. وجبت لك في نفس الوقت لي شوكولا نخليه هنا ولا ندي خليه ما تخافيش هذيك هي قلت ما نسرق حبه وكاع. ايه قولي فوالا شوفي لاكولوغ سوميه هاي ديك لاكولوغ اللي كنت حابتها. زعما هذا الماغون دوك شويه نمرق بهذاك الكاس تاع الماء اللي حليت فيه كاس ملعقه تاع مايزينا ولا نشا. فوالا ونمرق يلا هاك خلي الدجاج تاعك ملي يطيب. شكرا. وهذا وانا ندوق لهم شويه تاع الكوكس. فوالا نخلي الطبق تاعي هنا يكمل اللي يطيب. هذا ما تجيش فيه صلصه جرجور يجي عاقد ونخليه يكمل يطيب. وخبيناتو ها شكون راهي مخبياتو على الريح؟ على الريح يمكن ياتو اخي تحبوني كي ندوق لكم كي ما يحبوش. وراهي الشوكولا حبتك شوكولا دوك بون غادي نسيي نخبيها شويه باش ما تخسرليش. لازم ندير هاد الصغير بنان بزاف هايلين نفضلهم على الكوكيز. دوك نقول لكم واش فيهم كوكيز عدو ما فيهمش هذاك اليوب الشو الكوكيز يجي يابس يجي مقرمش هذا يجي شمخ ويجي شغل يتعلك الداخل يا اخي هكذا. بس البغاوني شتي يجي معلق يجي معلق. شوفوا شوف شوف نشوفوا في القوامه وعند فاروق شغل يجي يتلاصق و سينا نحي لكم برك هذا البابي
والكو تاعو بزاف بنين. سيفاك جيت عطيك الذوق بزاف بزاف بنين. سي كيفاش ذوق؟ ذوقتيه؟ مازال. لا صحيح. شادك تاع انا من عشاق البغاوني. بنين. هاك سيفاك. كمل هاك بزاف بنين ان شاء الله تجربوها. ان شاء الله. هايل 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 مع خاصة دائما حنا نقولوا مع الناس اللي راهم مع يبول كلهم وكذا وفي كل خطرة يدخل شي ما يجوش على ضربة في كل مرة يجيك ضيف يجيك واحد هما يكون عندك يكونوا عندك هكذا حلويات موجودين في المنزل بلا هذاك الشيء جهاد وتقدري ديما كازا مع العشية رايحين للبحر مع لاتاي ولا تقدري يدوبوا في الطريق يبقاو لك غير مخصر لا هما ما يدوبوش خفت هذيك الشوكولا اللي زينت بها الفوق اللي فوق ما يصعلهم والو بصح بزاف بنان نشوفوا ميم كمشروع وي والله الاعياد الناس تحب اللي بغاوني ريبوكي وكيما نقولوا دوكا ولات عندهم الفكره انه نقدروا نشروا عفسة رخيصه باغابوغ لوسمو ونقدروا نشروا كذلك حاجه غاليه باسكو شغل فيها كيما نقولوا مقادير ايه المقادير تاعها غالي نشوفها ثاني كمشروع يعني شوفوا الوصفه تاعها اليوم ثاني شحال الساعه نديم قالوا لك قالوا لي مازال برك مازال الحال ايه شحال الساعه عندك فاروق راي 20 و 22 و 22 شكرا و 22 صافي ديري حسابك خلاص عندي دوكا بقات لك لا صالاد ولا لا صالاد نخلطها برك راني ندوب لهنا في شوكولا تقاست لي شويه بالماء وانا وقت حابه تقاس لي بالماء باسكو كندير فيها في ميكروند نسيتي عندنا ميكروند تمتم ندوب لك في حاجه واحده عندنا ميكروند عم بالك ما عندناش عم بالي ما جبناهش لا جبناه رانا غير معلمه يلا تفضلي كملي يلا لهنا دوبت 200 غرام تاع شوكولاته هذه باتيسي بيستول باسكو بزاف بنان وباش ديروا هاد الكوكي براوني لازمكم شوكولاته نوعيه جيده هادو ما نحكي لكمش على الذوق تاعهم حندير لهم لداخل بيبيت كاراميل فوالا ولا لي بيستول وفي الوصفه راني حندير 200 غرام تاع شوكولاته سوداء فوالا هما يجوا بنان بالسوداء تحبوا ديروا بالحليب ديروا بالحليب انا هادي نخبيها مانيش حابه دوب مسخانه وهذه راني ندير فيها الدوب هنايا عفوا احنا دائما نقولوا انه لما تذوبوا الشوكولا ردوا بالكم باش ما يقيسهاش الماء بالماء ولا تكون مسخانه ثاني بزاف تتحرق لكم فوالا صافا سلكت صافا صافا ولا تحبي ندير لك واحده اخرى ماشي حنقلعصي بها زعما نخاف منها ولا واش راني حنزيد لها حنزيد لها هذه دابت طبيعيا اليوم حنزيد لها المارغارين او زبده الا درتوهم مشروع قال ديروا لهم شوكولا بنينه زبده بنينه وحسبوا دو حقكم باسكو هاد لي كوكي ولي بغاوني وهاد الصوالح يحبوا مقادير بنينه فوالا يلا تابعوا الوصفه مع الشيف نديه للاسف ماهيش مكتوبه لكن في كل مره نسيو نعاودوها يلا نستقبل اتصال الو 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 مساء النور الو الو مازالت معنا السيده فيصل انقطعت المكالمه شكون كانت معنا فوزيه من واد سوف يلا تحياتنا لها وكامل الناس واد سوف ان شاء الله تعاود تحمنا مره اخرى اهلنا بالجنوب الجزائري تحيه كبيره لهم خاصه ربي يقدرهم لانه مهما تكون درجه الحراره اللي راهي عندنا في ضربوها في تنين وش راهم هما يعني وفا ربي يقدرهم ان شاء الله واكيد دائما نقولوا اولاد المنطقه لما يكونوا متعودين على هذيك درجه الحراره نورمال يتاقلموا مع شي جهه من يوالفوا هذيك وحاجه ثانيه واحده اخرى مليحه عندهم هما عندهم هذيك السخانه اللي ما فيهاش ميديتي حنا عكس احنا الميديتي بزاف طالعه يعني الرطوبه بزاف خاصه لما نقربوا للبحر يلا الرز طاب شوفي طيب حبه بحبه حبه بحبه بزاف هايل هذا لابيل بزاف صراحه سمي انا كنت شري ماركه اجنبيه كي جربته هنايا وليت نستعمله غير هو انا ثاني وليت نستعمله السعر تاعو مليح من جوج بلادي وانا نستعمله احسن من ويطيب مزربعه كي شتيه شوفي كيفاش جاها وليت كنت نوريهم لكم قدامكم حبه بحبه ما حركت فيه حتى حاجه صح هذا صبري فقط نذكرهم بالباكي وفي بعض الاحيان والله ما نلقاه حتى المولي فاقولوا يعني ولاو يشروه كامل هذا تاع العبال
بسمتي تاع لابيل يطيب حبه بحبه. شوفوا طاب قدامكم شوفوا كيفاش راهو مزربع وراتكم نادح. شوف قدامكم طبعا يعني باي طريقه طيبه ما بارد ما ولا شتي صفيتو قدامهم. هاي الماما راني نستعملو ناديه شتي بارفان روز كي طيبيتو حيت ليه ما بارد تمتم باش ما يخسرلكش. وكما قلتي ماركات اجنبيه وسعر غالي وتخافي تاع نشري. هلا راني ذوبت الشوكولا تاعي زدت لها المارغارين وكملت ذوبتها خبيا نقطع لك كريمه قلت لك ناديه ومن بعد نعاود نرجع لك باش ندي الوصفه. يلا نستقبل الاتصال. الو 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 مساء النور. مساء النور سميه شراكم لا بس الحمد لله. وانت يا وش راكي؟ والله لا بس الحمد لله يعطيكم الصحه. يسلمك حبيبتي. خليني نتعرف عليك. شكون؟ ام اسحاق من ولايه تيبازا. ام اسحاق من ولايه تيبازا مرحبا بك ام اسحاق. ناس تيبازا اليوم راهم بقوه. الله يبارك. الله يسلمك يعطيكم الصحة. يسلمك لا شكر على واجب. شيف نادية ثاني بلا يعطيك الصحة مع الإسخانة. ربي يقدرنا. لا حبيت لا نعاونها لا نقولها نعاونك. لا ولا غير الجوز كي نقص هكا شويه معاك الجوز. لا غير يعطيكم الصحه الله يعطيكم وكما قال لك ويقدركم ان شاء الله يا ربي يقدرنا ويقدركم يا ربي. والله ان شاء الله تنحي على الخاطر وتتفرجي تنساي كلش. صح ولا غير صح هذا واش كامل. ربي ان شاء الله يقدركم اختي وربي يكون معاكم ان شاء الله وربي يفرحك انت يا سمية ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي ان شاء الله يفرحكم كامل. هاي ما انتصرت عليكم يعطيكم الصحة. شكرا لك حبيبتي. حبيت انا ما كان نقول لكم غير يعطيكم الصحة. شكرا ما تطلبي والو. والله غير نتبت لكم دايم كلش واش نطلب. الحمد لله هذا هو الهدف. الحمد لله ربي يقدركم اختي ربي يعطيكم الصحة. شكرا لك حبيبتي شكرا على اتصالك. مع السلامة. يلا ربي يقدرنا ان شاء الله ويقدركم يا رب. نعاود نرجع لك باش ندي الوصفة لانها ماهيش مكتوبة. باش نديها بالتدقيق. الرائحه راهي هايله تاع هذا راهي بزاف هايله اللي محبيه كما قلت يذوقوا اطباق ربما جديده فمن الاحسن تجربوها. ماشي حاجه يعني فيها مكونات بسيطه بس قلت لكم الطريقه فقط الصويه تاعها الالجيريان هما شتي شويه لي بلا تاعهم ساعه غير الصويه اللي راهي فوالا. هاي لي كلاصوص كيفاش تجي خاطره كي نديروا لها هذيك الملعقه تاع مايزينا وتجي معاهم فوالا. هذه هي نطفي له لهنايا الدجاج تاعي باش ما يشوفش ما يشوفش قد لي هذيك الشويه لابتيت صوص تقريبا كلش راهو طايب. ومن الفوق نزيد له جلجلان ومعدنوس كي نكون راحه نقدمه. لهنايا واش دوت 200 غرام تاع شوكولاته سوداء نوعيه جيده انا درت هاد لي بيستول تاع باتيسي وزدت عليهم 60 غرام مارغرين دوبتهم حمام مائي عادي. عندي لهنايا السكر بني 100 غرام تاع سكر بني وزوج حبات تاع بيض. لما عندكمش البني نقدروا نديروا الابيض باسكو هي البني يمد القرمشه هذيك فلا ما كاش عادي نديروا الابيض. نديروا السكر مع البيض. البيض نكسروا حبه بحبه كي العاده كنتوا عارفوا نخافوا يخسر لنا البيض والاخر مع راي سخانه الواحد كي يشري البيض يخاف فوالا. ونديروا فانيلا والملح ماشي قرصه جو ان بون بريز. شوفوا شحال ديت شي كاسين الحلاوه تاع الشوكولا تقريبا نص مغرف صغيره فوالا هذيك الصغيره تاع القهوه فوالا. ندربهم قبل. شحال درتي كميه السكر البني؟ 100 غرام سكر بني 100 زوج ثلاث بيضات زوج بيضات زوج هما بانوا لي ثلاثه زوج بيضات ولافاني وماشي قرصه تاع ملح كميه شويه فوق القرصه نقولوا زوج قرصات تاع ملح. ضربيهم فقط بال ضربهم بالفوي شويه حتى يبيض لي الخليط. تحبوا بالباتور تقدروا ديروا بالباتور. لهنا ذوبت 200 غرام شوكولاته سوداء ولا تحبوا بالحليب مي هما يجوا بالسوداء. وزدت عليهم 60 غرام مارغرين ولا زبده وذوبتهم في حمام مائي. فوالا هذه الكميه شحال قطعت لك من حبه نادر؟ خرجت لي 19 حبه شتيهم شويه كبار. كون يديرهم زعما اكاديميني للدراري ولا للحفلات تقدر تخرجهم حتى 30 حبه. سي بيان. فوالا والتزيين انا حبيت يكون بشويه جوز شويه هذاك نوا دو بغيزيل شويه دي بيبيت دو شوكولا هما من الفوق يقدروا يخلوهم هكا. هاد لي كوكي بغاوني ما يتزينوش باسكو بنادم ديجا. لا وشوفوا هذاك التشقيق تاع البغاوني. فوالا ندرب هكا بعد نزيد هذا الخليط تاع شوكولا وزبده. فوالا الشيف ما فيش يعني مكونات بزاف
برك الواحد يدير له شوكولاته نوعيه جيده، ما نديرولوش شوكولا اغلاسي ويقول ما جانيش بنين ولا طاحلي ولا دابلي ولا، لازم تكون كميه تاع الكاكاو امبورطون في لي شوكولا هادو. انا درت لهاد لي بيستول باسكو بزاف بنان سي جو فري شوكولا صح. استعملت ال السوداء يا خير. السوداء والكراميل حنزيدها لداخل دي بيبيت نرميهم لداخل. يلا هذه استعملنا هذه دوك نشوفوا شحال فيها نسبة الكاكاو. فيها 250 غرام. دوك نقرا لكم شويه. قولي ناكلها هكا بالمغرف. صح شتي باسكو ديجا صح فيها شوفي فيها سكر دهون نباتية كتلة الكاكاو زبدة الكاكاو مسحوق الكاكاو. شغل الكاكاو هادو زبدة الكاكاو عرفوا بلي سي جو بون شوكولا. صح ماشي فيجي كاو. صح فوالا خلط لهنايا الشوكولا هذيك مع الزبدة مع البيض والسكر. شوفوا الخليط اللي تحصلت عليه. حنزيد 100 غرام تاع فارينة لهنا. الخليط هذا حيجيني ليكيد علاش الشوكولا جو غايدايبه. نحطو ربع ساعة 20 دقيقة في التلاجة من بعد نجيب ملعقة ونبدا نشكلهم. ما نخافوش ما كثرت راسي ما والو. بصح كي نشوفهم ليكيد ماشي نقول نروح نزيد لهم فارينة. أنا نحوس عليهم يجوني لداخل كيما شتي معلكين ماشي يابسين. كون نقعد نزيد لهم في الفارينة يجوني كاتو ساك وأنا مانيش حابة هذاك القوام. فوالا ندخل هذيك الفارينة. الفارينة كنت درت لها رشة خميرة. عائلة كانوا في البحر و راه يقول لك شماكلة صبر شوية برك قول له مخبر واحد ثلاثة الماكلة توجد ولو والله ولو حتى العائلة هنايا اللي راهم مصطافين غير تلحق ثلاثة نلقاهم هنايا يفطروا معانا. السيدة هذيك اللي قلت لك جات سكيك دا قالت لي سخفت ندوق وصح حشمت. قلت لها لا 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 دوك غير تخلص الحصة قعدي دوقي معانا. صح صح ولاو يجوا قال لك بيدرو خلاص نولي نخلص عليهم. أخدم على روحك شوية والله نحركوا هذا الخليط غير هكا كي نديروا فارينة. الحالة مطولة احنا نقعدوا حتى 31 أوز وما تنافيكيش هضرة الصيف شي حتى الصيف. هلا شوفوا الخليط كيفاش يدي ما تزيدوا ما تنقصوا. دوك يروح للثلاجة ما تأمنوش كيفاش يعاود يشد روحه باسكو هذيك الشوكولاتة يعاودوا يشدوا. زيدوا لهم 80 فارينة 100 غرام 100 غرام سكر 100 غرام فارينة زوج حبات بيض 200 غرام شوكولا رشة خميرة رشة ملح وزوج حبات تاع البيض. فوالا ماشي حاجة كما قلت لكم تقدروا ثاني ديروا كمشروع هكذا شوفوا ديروهم في دي بوات ولا كما راهي دارتهم نادية. شوفوا هكاك ديروهم في دي ساك ديروا اسمكم ديروا اللوغو تاعكم والله غير نشوفوا مشروع واحد يكون يخمم برك ويدير راسو غير شوية. صح وكاين كيما نقولوا هاي شوكولا تاع بلادنا ومحليه وذوقها بنين وحتى سعرها مناسب. اول مره نشمها تاع البندق رائعه. عندهم انا اختاروا لك كنت ما نثقش في المنتوج المحلي في الشوكولا يعني بكل صراحه. صح توجور كاين دي برودوي بزاف نبواياجي ولا يجيبوا لي توجور ناكل الشوكولا مي الجزائريه ولا ولا بنينه. سورتو هذه قلت لك انا ما حبيتش ندير سوداء درت بندق يعني انه دايره سوداء في لابات نكاسي شويه بتاع البندق ولا هذيك تاع الكراميل سمعت هذيك تاع البنينة شميتها بنينه كليت هذاك انا بنينه بزاف. درت 80 غرام تنقصوا وتزيدوا تولي ليكم. صح تحبوا ترموا حفنه زبيب حفنه جوز يسمى تولي ليهم واش نديروا لها لداخل. فوالا نخلطهم غير هكا وتروحوا تجروا هكا برك وتحطوهم في الثلاجه باش هذوك لي بيبيت اللي الداخل ما تقيسهمش السخانه تاع ديك الزبده والاخر ويذوبوا. حنا نسحقهم يذوبوا في الطياب باش في الطياب تاكلي تلقاي زعما حاجه ناشفه ومشمخه مشمخه وناشفه يجيك مشمخ هذا الكوكي. فوالا الا قدرتوا حطوهم في الثلاجه ما تجي تخلص. يلا انا ندير لهم السلطه. هذا لو بلا راه يشهي اليوم. نروحوا للسلطه ديالنا. سلطه خفيفه ظريفه وبزاف هايله. ندير بارك عليكم هادو قبل فوالا جو ديباغاس شويه لو بلان ونجي ندير هاد السلطه الخفيفه. الطبق تاعنا واجد لي كوكي راهم واجدين جوست يشدوا روحهم نشكلوهم غير بالملعقة ونديروهم يطيبوا. لهنا واش نسحق معدنوس حبة طماطم ثلاثة حبات تاع البيض زوج نديروهم لداخل وعفوا وزوج حبات فلفل. عندي لا فينيغريت ليمون وزيت زيتون وملح وفلفل كحل وعندي لهنايا
لا كورجيت كنت شويتها، قطعتها اون لاميل وشويتها. شوف قطعتها هكا ليسونسي تكون رقيقه، درتها في مقله هذيك اللي شغل مقله شويه، وشويتها بقطره تاع زيت الزيتون. فوالا زوج حبات ثلاثه تولي ليكم، انا درت ثلاثه بس كولات لي والو شغل طاحت. زوج حبات فلفل، واحده حمراء واحده خضراء، معدنوس، طماطم، بيض مغلي اي لا فينيغريت. نجيبو ان ريسيبيون ونخلطو السلطه ديالنا. فوالا نديرو لا كورجيت قرعه كنت قطعتها بداك ليكونوم تاع البطاطا، ودرت لها عفوا درت لها قطره تاع زيت الزيتون وشويتها في شوايه هكا فوق الفرن ماشي في الفوق ولا سمحوا لي. عندي قلت لكم زوج حبات فلفل مشويين، وحده حمراء وحده خضراء، درت لهم الملح باش ما يجيش صامط، تعرفوا الفلفل يجي صامط شويه. حبه تاع طماطم قطعتها هكايا بصح رقيقه، شوفوا شحال هي رقيقه. ما تاعنا ما نديروش، نزيد هذوك زوج حبات تاع بيض مقطعين شرائح قطع صغيره عفوا، معدنوس ولا فينيغريت. السلطة تاعي راهي واجدة بزاف خاش، حنا اون جينيرال قرعة هادو الجزر شنو نقعدو نخمو واش نديرو فيهم باذنجان، الوغ كو هما عندهم بزاف وصفات جدد راهم يندارو بيهم. هادي اللحظة السعيدة اللي نحبها في السلطة، كي نخلط السلطة بلا فينيغريت. نروح مع الخضر غير بالعقل باش ما نحرحرهمش. هايلا هاي ليك سلطة ديالنا واجدة. نجيب اون اسيت نبريسيها، نحطها هنا نحاول نوزع لي كولور على هاد لاسيات باش تجيني شابه هذيك السلطه. فوالا نزينها بالحبه تاع البيض. كنتي قلت لك تحوسي عليا؟ لا لا اي وحده رحمه ربي تحت الكليماتيزه ومذهي صحتهم. تقول نخلينا شوفي القرعه اللي شوفوا لي القرعه اللي راني مستفتهم. شربت وحده دوكا شوربه. شربتيها؟ نعطيك وحده بارده هاكي زيدي لي شويه هنا تعجي بارده شويه. اه دون جبت درجه الحراره جد مرتفعه ان شاء الله يعطيهم الصحة أروى والما تاعهم شتي شحال خفيفة هاي خفيف يجوز اه شتي كاين شي ما يجيك ثقيل ما تقدرش. أنا ما نحبش هذاك الما اللي تقطع بالمرورة. اه هذا هايل خفيف ورائع. الممول ديالنا أروى إن شاء الله في ميزان حسناتهم وفي ميزان حسنات الحاجة. تحية للوالدة تاعهم لأنه دائما الحاجة اللي اتصلت بنا حاجة العبال. دائما نقولوا انه الماء هو الصدقه الجاريه اللي تقدروا تقدموها لموتاكم الكامل ربي يرحمهم ان شاء الله. دائما انا يعني هاد الصوالح ما نقولوهمش نورمالمون كي نديروا صدقه ولا نديروا ما نقولوهمش، حنا نقولوهم باش نفكروا بنيه انه يعني كيما نقولوا حنايا نكاكي وبعضانا نفكروا بعضانا. قال لا نديروا الماء نديروا طاسه للقطوطه طاسه اكرمكم الله الكلاب الضاله العصفور اي انسان يعني ولا حيوان يجي يشرب. ثاني كاين بزاف اللي يديروا هذوك قولي لي لي غلاسيير اللي يشدوا الماء
يديروهم يديروا كاس ويحطوهم على برا. انا في مدينه الاغواط لما تربيت كانوا يديروا واحد هكا عرفت اسمها هذيك يديروها شكوى هذيك يقولوا لها شكوى بالقطران يديروا فيها القطران وكامل وتلقايها لحد الان ناديه تلقايها في كل يعني شجره تمشي شويه تلقاي في شجره هكا عرفت اسمها اعطوني اسمها كيف اسمها احنا نقولوا هذا تاع نقولوا الشكوى هي هذيك تاع اعطوني المعلومات عليها ما عرفتش كيفاش نلحق لكم القربه صح القربه تجي هكا علاش يديروها لانه زمان ما كانش كاين ثلاجه فتحافظ على الماء يقعد بارد في مدينه الاغواط ولا غير مازالت لدوكا يعني تلقاهم وتلقاو قدامها هذاك الكاس يعلقوا هكذا تاع فيه القطران وكامل لانه ثاني القطران كما نقولوا منعش يديروه بزاف فدائما كما قلت لكم نذكركم بهذه الاشياء اللي ما لا واحد قدام داره ولا يحط هكذا ماء بارد اللي كامل المره الكامل المخلوقات هذا واش تقدروا نقولوا يلا ناديه سلطه راهي واجده فيها نذكرك بالمقادير هما قلت لها ذكريني فيها القرعه شتي احنا القرعه ما نعرفوش نديروها يا نقلوها يا دولما يا حكمتها قطعتها بهذاك ليكونوم تاع البطاطا رقيق رقيق وشويتها في شوايه هكا مقله فوق النار قطره زيت زيتون جونغ قريتها لي دو كوتي جاتني جونغ مشويه هاي اللي كنوريها لك فوالا زدت شويه الفلفل ابار احمر واخضر ودرت لهم فينيغرا درت لهم طماطم درت لهم البيض مغلي قطعته قطع صغيره ولا نسكربجو وزدت لهم ملح فلفل كحل زيت زيتون وخل ولا عصير ليمون خلطهم تحصلت على سلطه خفيفه باسكو بزاف اللي ما عندهمش هاد الافكار تاع السلطه يقول لك يا طماطم ولا شلاضه كما تقولها كريمه الخس ولا يعني ما كاش افكار مي هكذا كي نقولوا زعما حبيبه قرعه منين داك تقعد يوتيليزيوها غير في كيما نقولوا لا درنا طعام ولا حتى نرموها فمن الاحسن هكذا اللي مالا نديروها شلاضه هكذا بارده كي نقريها هكاك بشويه بزيت زيتون تجي بزاف تجيب لينا شكرا الله يعطيك ما تسمنا ان شاء الله رضوان شكرا لك تعمرت القرعه انا راح نبيع تاع لا بلاصه والله كلاسيرو شوفوا حسبوا لي شحال قرعه تاع اروى واحده زوج ثلاثه اربعه خمسه هذه اللي كانت كلاسي سته عندي ست قرع دوكا راني شاربه ثلاثه ومازالوا لي الاخرين شوفوا شحال نستهلكوا كميه الماء ولازم دائما نتفكروا ارواحنا ونتفكروا ولادنا دائما انه نعطوهم الماء يلا الارز كنا طيبناه ما درتي له والو ابار الملح ملح برك باسكو راح يتقيب هذيك لاصوص يتقاب اون صوص شغل غنيه بالفيتامين بالتوابل بالليزاغوم باش ما نخليهوش باش نستبنوا لاصوص تاعنا لاصوص قلنا كان دارت شرائح تاع الدجاج قطعتهم قطع شويه كبار غسلتهم بيان سور درت لهم ملح فلفل الكحل قليتهم بيان في الزيت حتى تحمروا شغل كانهم محروقين ومن بعد في نفس لاصوص دارت فيها اسمه طرشي الوان الى عندكم زروديه ثاني شرائح هكا كبيره طويله رقيقه اللي درتني قطعوا بها هذيك البطاطا زادت عليهم شويه ثوم مكعب دجاج هكذا ملح فلفل الكحل سكنجبير اذا كان عندكم فري ديروه وبعد ما تقلاو بيان مرقتهم بصويا صوص والسمسم وزيد عرسه واحده اخرى وشويه سكر يا اخي والسكر بني شويه سكر بني خلطتهم كامل مع بعضهم ودفقتهم على هذوك الخضار باش يدوا هذيك البنه وزدت عليهم هذاك الدجاج شويه زعتر هذا واش خليتهم حتى نشفت هذاك الماء بعد ما رقت كاس ما فيه ملعقه تاع مايزينا باش يجيني خاطر درتي مايزينا ملعقه كنت خرج وخطرت لنا الاخر ودارت الزعتره ديالها استقبلوا هذا الاتصال الو السلام عليكم وعليكم السلام مساء النور كي راكي يا لاباس غايه الحمد لله انت كي راكي الحمد لله وانتم كي راكي الحمد لله في نعمه الحمد لله شكون معنا الحمد لله شكون معنا ام ايمان مغنيه ام ايمان مغيش ها عندنا ام ايمان ما فاتش لينا كي راكي ام ايمان شفتي لا عرضتنا لها الفتره كي راكم ما تحكموا شوفي غير تفكروا مغنيه واش قالت لي ناديه سمعيها قلت لها ناديه تفكرتيها واش قالت لي اللي عرضتنا للعرس اللي عرضتنا للعرس واحد الخطره عرس تاع وليد اختها واه كي راكم كي راكم كي راي عروستكم
والله الحمد لله. وانتم كيفكم؟ الحمد لله يا رب. الحمد لله. عندك بزاف ما تصلش لينا. الحمد لله. ولا الحمد لله. حكموا ما حنا نحكموا بالنبدا الحصه ولا نعيطهم. ايه وانت زهرك تحكمينا غير في البحر. من البحر للبحر. واه انا من البحر. مرحبا مرحبا بك. مرحبا. الله يسلمك. راكو دايرين كي راه الناس مغنيه. والله الحمد لله. الحمد لله. كاش طيابات؟ كاش هكا حاجه عندكم ديروها في الصيف؟ كيما راكي تشوفي السلطه بالفلفل طعم باللبن. ايوا صح. ولا غير تحيه الصيف طعم باللبن العنب بالدلاع. من قبل كنت نقول لها هذا هو. هذا هو الصيف. هذا هو. والله ما نقدروش الماكله حاميه. صح صح. ما نقدوش الماكله حاميه. بصح معليش هكا انا نعطيكم افكار جديده تقدروا ديروها. واه والله الله يعطيها الصحه ناديه كريمه. الله يعطيهم الصحه وبالبركه على بشرى. بشرى تربي بالعيشه ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله كيفيه. ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله صالح ناديه يا رب. ان شاء الله يا رب. كل واحد ربي يحقق له شنو متمني يا رب. امين. والله اللي توحشناكم بزاف بزاف. يسلمك. والله غير احنا ثاني عندنا بزاف ما سمعنا صوتك. الله يسلمك. والله ماني نحكم انا يوميا نتصل. معليش معليش معليش. احنا انا محظوظين اليوم سمعنا صوتك وسمعنا انك راكي بخير عليك. هذا اهم شيء. الله يسلمك. بارك الله فيك. وفيك. احنا والله احنا متواجدين بكم كما راهم يقولوا. احنا كي تكونوا في الهضره تاعنا انا ديجا نكون بوحدي ونبقى نتحكي تكون انتم راك تعجبونا كي تكونوا راك تحكيو. صح صح. هذه نحسوا احنا عايشين معاكم في نفس الفيديو. صح صح. لانه مباشر ونحبوا يعني نخلقوا هذاك جو العائله وجو الضحك وكامل. والحمد لله. الله يحفظكم من العين ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يحفظنا كامل. بارك عليكم على لقب الفيديو. ايه الهلال لشهر رمضان. واه يبارك فيك. وحيت صارك تاع انا مرتي ما شاء الله عليك. شكرا. ربي يحفظك. لا نتمنى ان شاء الله. يوفقكم ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي يوفقكم انتم ثاني ان شاء الله. ندي وحده كاين هل لقيتهم داروا ريفكم جماعه. تفضلي. ندي هل لقيتي رحماني اسماء؟ ايه ربحت البكالوريا. اها وبنت خويا حشرتها نقولها نتمنى لها العام الجاي ان شاء الله. ان شاء الله يا رب. وبالبركه قال لي يا كثر ان شاء الله العام الجاي. ان شاء الله يا رب. حد موفق يا رب. ربي ينجحهم ان شاء الله. ربي ينجحهم العام الجاي. يا سلامه. شكرا لك عليهم. شكرا. مع السلامه. ربي يحفظك ان شاء الله. سلمينا على العائله. مع السلامه. بارك الله فيك. وفيكي بركه. ربي يحفظك. اي يحفظكم ويسلمك على الاشاره. ان شاء الله يبلغ ان شاء الله. شكرا شكرا حبيبتي. مع السلامه. يلا تحيه لكل كل الاوفياء اللي راهم يتصلوا بينا وما يحكموناش. ان شاء الله تكونوا فقط بخير. كاين سيده ام فاطمه من مستغالم. كاين عندنا من قلمه من سوق هراس ام رفيق وطيله. كاين بزاف يعني اوفياء من سطيف من وهران بدره. كاين بزاف. ان شاء الله تكونوا فقط بخير عليكم بصحه وعافيه لانه نحبوا دائما نطمنوا على كما نقولوا ولينا اهل. يلا ناديه واش كديري؟ راني غير مع دغيساج. اه قلت لهم اه شتك جبتي سني ولا تاع الكوكيز؟ اه شوفوا لهنا الكوكيز يقعد واحد 20 دقيقه ولا نص ساعه باش يشد روحو. تاكيك او شد روحو. او شد روحو. تلقاوه كتله. واش ديروا؟ نجيب زوج ملاعق. تكلي فقط غير بالملعقه جوغ نرفدو فوالا نحكمو هكايا. تلقاوه جمدو من بعد نص ساعه ساعه ما يهمكمش. انا بقعد لكم نص ساعه باش تروحوا طيبوه ليه نرفد هكا كميه قيس الملعقه ارواح وراك رايح ونحط هذاك الخليط ديالي ماشي كي يكون هكا يكون شويه شاد روحو نخليه هكا رافد روحو سميه لانه هاد الشوكولا كتعاود طيب شغل تعاود صح تهبط دوك انا نخليه هكا طالع ونحكم كميه تاع لي بيبي دو شوكولا جوز لوز ونحطهم لهم من الفوق الطياب تاعو اللي يحبهم مشمخين كيما البغاوني يخليهم 8 دقائق برك كيما هكا شويه ناشفين 10 دقائق برك على 180 درجه نمسهم لقاهم شغل راهم طريين شغل كل ما طابوا نحيهم نخليهم يبردوا يعاودوا يترفدوا وحدهم والشوكولا تلم روحها كي تسخن شوكولا تذوب كي تعاود تبرد تعاود تلم روحها هاي لك ديجا 8 دقائق ولا 10 دقائق ماكسيموم ماكسيموم 8 دقائق لا حبيتهم مشمخين الى ناشفين 10 دقائق ماكسيموم هادو 10 دقائق والفرن كلهم مسخنينه من قبل نسخنوه كي نجيبها من الثلاجه نشعل الفرن ديالي نبدا نشكل فيهم التزيين سميه انايا جو بخيفير نخليه
كتبقى دقيقه لطياب لانه كندير دي بيبيت باكو الدنيا هبطوا بو حباجوس لقيت غطات باللاباط باكو تهرب لك منا واش ندير كتبقى دقيقه نجبدهم من الفوق هكا التزيين ولا كما قلتي مادام يطيبوا كي نجبدوهم كمجرد فكره وعطيني رايك كي نجبدوهم قلتي يكونوا ديجا يكونوا مقدرين يقدروا يبيكيوهم صح يكونوا غابيد باش تشد هذيك الحاجه تكون سخونه لازم هي تشد هذيك الحاجه دايو انا صباح نسيت كاع توبينغ هذاك واش نزيدوا كانوا هكاك مازال سخونين من الفور طحت عليهم انا وماما تك 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 هكاك سخونين هاو شد شوفي ما تمسي تبع كل ما تحبوا يديروا لهم دي غيغ دو شوكولا الزبيب الجوز اللوز تولي ليهم عافاكم بلي الشوكولا يمشوا بزاف حوايج مع التوت يمشي مع بزاف حوايج نقدروا نديروا فيها واش نحبوا وطاطا كي تخلصيها اللي راهي راهي تخدم معنا مسكينه في البرنامج والو لا لا خضره طاطا تقطعها لا طياب تقلي طاطا تقلي راكي راكي متهليه فيها لازم 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 يلا يقولوا لي خلاص الوقت رانا مع دغيساج تاع الروز كيما شفتونا يعني دارت هكذا وكاين اللي درتي حفره فيهم هكذا درت شفتها وحده في تيك توك يحطوا لو بول هذا يا هكا كبير ويحطوا واحد صغير ويعمروا بالروز كي تقلبي هذيك الحفره تعمريها بالمعلقه فوالا تجيب بزاف هايله هاي اللي كنت درتها حنعمر فيها المعلقه خبز يعطيك الصحه نادية شكرا على كامل الاطباق اللي حضرتهم لها اليوم الناس اللي هذو لحقوا بينا ما شافوش نعاود نذكركم انه البرنامج راه يعاد بثه في الليل ان شاء الله بعد انتهاء المسلسلات التركيه اما الناس اللي راهم بحبوا يشوفوا الوصفه ولا يديروها راح الحشيه ان شاء الله تتحط في اليوتيوب تقدروا تعاودوا تشوفوا الحلقه ولا تدخلوا للصفحه تاع قناه شروق تلقاو البث مازال موجود في الصفحه عاودوا تقدروا تشوفوه نتلاقى بكم بعد هذا الفاصل الصغير على طاوله التقديم الاطباق الرائعه اللي حضرتهم شيف نادية لي نهار اليوم نادية يعطيك الصحه يسلمك اطباق خفيفه ظريفه جاهزه مالغري كو سخانه طبق هذا راه شهيك وقلت لكم جامي ناكل هكا سالي سكري مي اليوم جو سوي تونتي ندوق باش نديسيدي لا نولي ناكل ولا لا طبق تاع تشيكن ترياكي ولا سوتي دو بولي ترياكي هكا يسموه ترياكي كنت زينتو غير بالجلجلان وهما على فكره الاسيوين يزينوا بالحشيش ماشي بالمعدنوس كيما حنايا حشيش تبرا حشيش حشيش مقطفه حشيش حنا هاد لي بلان جينيرال نديروهم بالمعدنوس هما يديروا الحشيش فوالا اصبر ويقدر يترافق الدجاج وحده اللي بغاو نيكو كي كنت زينتهم شويه مكسرات شويه هاد لي نوا دو بريزيل هادو شفتوهم راهم بزاف طونطون طوندونس وراهم رانا سامعين عليهم على الغدا الدراريه ايكو دونك نحاولوا ندخلوها كحبات في الاطباق ديالنا وسلطه تاع الكورجات غوتي يعطيك الصحة نادية شكرا لك شكرا على كامل الأطباق اللي قدمتهم اليوم أنا دقت الكوكيز هذاك ولا بغاوني كوكيز بزاف بزاف بنين نتمنى إن شاء الله تجربوا وكما قالت لكم نادية فقط احترموا الوقت تاع طياب ديالو يعطيك الصحة نادية صحة أنت سمية نتلاقى بك نهار السبت إن شاء الله هكا أما أنتم مشاهدينا الكرام نتلاقى بكم غدا إن شاء الله نفس القناة نفس التوقيت نفس المكان هنا من فندق الرمال الذهبية اللي يقدم حوايج بزاف شابين لكل المصطفين غدا ان شاء الله سناونا كونوا في الموعد مع شيف كريمه سلام